بكره ان شاء الله بدايه شهر رمضان المبارك، ومع بدايه هالشهر الفضيل ايضا رح يرجع يطل علينا برنامج شفناه السنه الماضيه وحبيناه، لانه فعلا كنا عم نستفيد كثير من كل النصائح اللي كان عم يعطيها، وكيف كان عم بيتعاطى مع موضوع شهر رمضان المبارك وكل الشعائر الدينيه بطريقه قريبه كثير من الناس. خير الكلام بيرجع بيطل مع الشيخ بهاء الدين سلام. شيخ بهاء صباح الخير. صباح النور، وينعاد عليك يا رب هالشهر الفضيل. وعليك ان شاء الله وعلى كل الاخوه الكرام وعلى كل اللبنانيين وعلى كل المنطقه بالخير والامن والسلام والامن والرزق والبحبوحة. إذا صحة يا رب الصحة وراحة البال والبحبوحة يا رب للجميع. قبل ما نبدأ حديثنا خلينا نرجع نشوف بس برومو لبرنامج خير الكلام على شاشة التلفزيون المستقبل. تجديد المفاهيم هو عنوان هالحلقات يلي حنكون فيها سوا إن شاء الله خلال هالشهر المبارك. لفظ التجديد يعني إعادة تجديد العلاقة العملية مع ما ورد في القرآن وما ورد في السنة النبوية الشريفة. تيجي فتاة أو بنت عمرها 20-21 سنة بتقول لك شيخ أنا قدم لي اثنين، مين بختار؟ اختاري مين هو أنسب لإلك علميا وفكريا واجتماعيا وتربويا. توارثنا بفكرنا من أجدادنا وأجداد أجدادنا بأنه العين، والله يا شيخ العين بتفلق الحجر. شو هالمفاهيم الغلط؟ شيخ بهاء هالشهر اللي مننتظره بفارغ الصبر من سنة لسنة، لأنه شهر بتكون السماوات فيه مفتوحة، شهر اللي أنزل فيه القرآن الكريم، الشهر اللي بتكون الملائكة موجودة، ودايما منقول إن شاء الله يا رب تكون العائلات كمان كلها مجموعة مع بعضها بخلال هالشهر الفضيل. البرنامج بيطل للسنة الثانية على شاشة المستقبل، وأيضا للسنة الثالثة مستمر على إذاعة الشرق، وأكيد عم بتكون النصائح لواحد يعزز شعائر شهر رمضان مبارك بطريقة صحيحة وسليمة وقريبة من الناس. يعني شوف في هذه السنة بفضل الله حاولنا أنه نعمل شوي تنويع بالمواضيع وأكثر واقعية. هذه السنة نحن إذا بتلاحظوا بالبرومو حتى الخير الكلام مكتوب تحت تجديد المفاهيم، لأن نحن في عنا مشكلة بالمفاهيم. يعني الناس بتصلي وبتصوم وبتقرأ قرآن وبتساوي كذا، بس هل فعلا هي هالمفاهيم تطبق مثل ما مفروض ولا مثل ما تعودنا؟ فرق كبير للأسف بين شو المفروض وشو تعودنا. هيدي السنة يعني أنا خليني بداية أشكركم على الاستضافة، لأن فعلا لازم نوضح أمر بسيط قبل ما يبدأ شهر رمضان وقبل ما تبلش الناس تتابع البرنامج. أتمنى من كل إنسان حيشوف البرنامج يشاهد بعين العقل والعلم مش بعين الإرث إذا صح التعبير. يعني مش العادات الموروثة، مش العادات الموروثة. نعم. في حلقات قد تكون صادمة، في حلقات قد تكون صادمة، ولكن لازم نحكي فيها، لأنه وصلنا لمرحلة صار عنا إذا صح التعبير تابو مثل ما بيقولوا، إنه لا ممنوع تحكي بهاي، ممنوع تسأل بهاي، ممنوع تحكي، ما في شيء اسمه ممنوع. صح. طول ما نوجد بالمجتمع يعني بدي خلص. أسأل وبدي استفسر مشان أعرف كيف طبي كيف اتعامل مع الموضوع. فهيدي المشكلة إنه صارت متوارثة، يعني توارثنا المنع جيل عبر جيل لدرجة إنه صرنا فعلا السؤال بحد ذاته يعتبر كارثي يعني. بينما السؤال معروف مفتاح العلم، يعني إذا ما سألنا وفتنا بالمواضيع وتحدثنا. فمشان هيك هيدي السنة في مواضيع كتير مطروحة فيها جرأة، فيها مثل ما قلنا صدمة إيجابية. الهدف إنه نقول للناس يا جماعة بس خلينا نوقف شوي مع يلي عم نعمله، نتفحص فيه مثل ما بيقولوا، نتدبر فيه، نشوفه مزبوط هل ينطبق تماما على المصطلح يلي نحن عم نقول عنه. وأول شيء بيبين هو الأثر. صح. يعني نحن مثل ما بيقولوا إنسان بيجي بيقولوا لك هيدا محترم، هيدا آدمي، هيدا عنده أخلاق، بتتعاملي معه ما في شيء. طبعا أي أساس طلعتوا هالمفاهيم هاي؟ ف بصورة عامة هذا هو الموضوع هيدي السنة إن شاء الله. مواضيع كتير أبرز متنوعة. المواضيع اللي راح تكون موجودة ما بدي تحرقي لي بس حقلك. لا ما راح نرق ما راح نرق. يعني مثلا في عنا حلقة خاصة عن الفن، سينما مسرح تلفزيون موسيقى، اختصاصي. في عنا حلقة خاصة عن مفهوم الحسد. في عنا عن الإسلام والسياسة، المشكلة اللي عم نعاني منها. صح. يعني مواضيع بالإضافة طبعا للمواضيع التعبدية، الصلاة، الصبر، العبادة، السنة، مواضيع كلها بصميم حياة الإنسان بعصرنا، حتى نقدر هيك ناخذ خطوة سوية مثل ما بيقولوا
تقدم إلى الأمام بإذن الله تعالى. يعني صحيح إن شاء الله يا رب. أكيد شيخ بهاء يعني مع قدوم هالشهر الفضيل اللي مثل ما قلنا يعني بيندرج تحت إطار غير الصيام أكيد اللي بيكون موجود، غير العبادة اللي بتكون يعني أكتر بتصير يمكن بخلال هالشهر الفضيل، أيضا الزكاة الصلاة وغيرها من الأمور، قديش واحد بيقدر هيك يرجع يجمع لهم إياها لحتى ما يشعر الشخص أنه شهر رمضان جاي معه حمل، بالعكس جاي معه اشياء حلوه. شوفي خليني اقول لك صراحه، خاصه انه راح يكون هلا بعز الصيف. طبعا طبعا، بس خليني اقول لك صراحه، نحن يعني السنه الماضيه حكينا شوي بالصيام، كان اوسع بموضوع الصيام والصلاه وقراءه القران وهذا الامر، ولكن بدي اذكر هيدي السنه ونبه لامر للاسف صار منتشر بمجتمعنا. يعني اذا بنشوف نحن الدراسات يلي عم تصدر حديثا، اكبر مصروف عند الانسان للاكل والشرب هو برمضان، وهو الشهر يلي بنوقف فيه اكل وشرب. صحيح. أكثر مصروف بيصير فيه إهدار بالطعام هو بشهر رمضان للأسف، وهذا سببه مثل ما قلنا أنه في توارث للأمور والمفاهيم، ما عاد في تفكر بالأمور. نحن اللي بدنا نقوله بشهر رمضان، خلينا فعلا نصوم بأخلاقنا بأفعالنا بتصرفاتنا بلساننا، هالمشكلة الكبيرة اللي عنا بأثناء قيادة السيارات. يعني والأهم من كل هيدا يا كل الإخوة الكرام، ما حدا يربي حجميه لأنه صايم. أكيد. يعني بده يتخانق مع مرته، بده يضرب أولاده، بده يعصب بالبناية، وبده يتخانق هو عم يسوق، بالآخر بيقول لك طب ما صايمين، طب شو خص الصيام بالموضوع؟ مزبوط. إذا أنت ما قادر تفهم معنى الصيام مزبوط وتحقق أثر الصيام، يبقى أنت اللي عندك مشكلة. صح. فنحن هدفنا أنه نوصل بالصيام فعلا لمرحلة التقوى، لأن الآية اللي مفروض فيها الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدنا نوصل لمرحلة التقوى. هيدي المرحلة في إلى عدة أبواب، بدنا نحاول قد ما فينا نجمع منها حتى نكون فعلا صائمين. صحيح. وهون كمان حضرتك لأنك بتحكي بهالطريقة اللي هالقد هيك قريبة ومحببة، ومش يعني واحد جاي عم يعمل مثل نظريات أو فلسفة على الناس، بتقرب موضوع الدين من الناس. الحمد لله. وحمد لله بتقربه من كل الأعمار وكل الأجيال. الحمد يعني لله. لحتى كمان نشجع الجيل الصغير، لأنه كل ما واحد بلش صيام عبكير بتعود أكتر على صيام، وبصير كمان عادة مريحة ما بيعود بحس فيها بعدين. خليني أضيف على كلامك وأكد الكلام. نعم. إنه حتى البرنامج هيدا السنة المستهدف الأول منه هو الشباب. لأن نحن اليوم مع احترامي لكل الكرام اللي عم يشوفونا، لازم التركيز يكون على الشباب. مشكلة المشاكل أنه عم نشوف شباب اليوم غيدة شيء ما طبيعي. ايه. يعني بتلاقي شاب عمره 30 سنة 35 سنة بتطلع بحياته بشكله بوجهه بتحس أنه عمره 70 سنة. من كتر الهموم والمشاكل والتشاؤم يلي صار موجود عند الشباب. لا، بدي واجه، بدي يكون قادر، بدي فوت بالصعاب، بدي غير، بدي أعمل، هيدا الشباب. بينما اللي عم نشوفه بالمجتمع للأسف لا يبشر بخير. مشان هيك عم نقول يا كل الشباب، هيدا وقتكم. إذا ما فكرت مزبوط وما أخذت مفاهيم مزبوطة وما اشتغلت مزبوط، لما تفكر إنه بدك تبلش تغير حيكون مرق الوقت. صحيح. استغلوا الشباب، وهيدا اللي عم نقوله اليوم. نحن بعصر الشباب ما ممكن نعمل أي تغيير خطوة إلى الأمام إذا الشباب ما كان موجود. فكيف برمضان بقى؟ يعني أنا اليوم لما أطلع شوف الحمد لله رب العالمين إنه في حملات كتير عم تصير برمضان قائمين فيها شباب. إيه. وهذا المطلوب منهم. صحيح. بس إنه يتحول رمضان لأنه والله جلاب وأسملية وبالليل أرجيلي ومسلسلات، لا مش هيدا هو. منفرج على مسلسل على مسلسلين ما عم نقول لا، بس يكون التركيز على انه فعل علاقتي برمضان عمليا واخلاقيا، مش بس وقف اكل وشرب. صحيح. خاصة لانه انا كتير هيك ضد مفهوم لما بيقولوا مسلسلات رمضانية، لا، مسلسلات مخصصة لشهر رمضان المبارك، لانه بتكون 30 حلقة مركزة بخلال هالشهر، ما بتكون هي ضمن يعني إطار. ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى هالسنة هالمسلسلات يكون فيها شوية مراعاة لشهر رمضان. لان ساعات للاسف عم بيكون في شوية تجاوز بالموضوع، ويكون في عن جد برامج مفيدة. ايه. يعني هلا الناس بتفتكر برامج مفيدة انه برنامج ديني برمضان، ما شرط. لا. يعني برنامج اجتماعي، برنامج ثقافي، برنامج علمي، برامج فيها معالجة للمشاكل. يعني انا بتمنى اني افتح برمضان التيفي شوف حدا عامل لي برنامج عم بيقدم لي احلى الاصدارات اليوم بالكتب مثلا. افضل الامور بالنسبة لي الامور الطبية. بدنا نفعل علاقتنا برمضان بكل المجالات، واهم شيء برجع بقول الام والاب في رمضان. أكيد. لان من أسوأ يلي عم نشوفه بتلاقي واحد قاعد بالبيت مشغول على الواتساب، شو عم تعمل؟ عم بدي هني رفيقي برمضان. رفيقك وينه؟ والله عايش بالصين. بيبعت له رساله على الصين ليبارك له، وامه وابوه بالبنايه اللي حده مخانق معه ما بيحكي معه.
كيف هذا المنطق؟ المصيبة الكبيرة صحيح، هذه كارثة. يلي بده يفوت على رمضان وهو عاق لأمه أو أبيه بنقول له بعد معك يمكن أقل من 12 ساعة ظبط أمورك، ظبط أمورك شي. أكيد. أهم شيء بر الوالدين والرضا الوالدين ومساعدة الزوجة. لأن اليوم ما فينا ننسى بأنه نحن للأسف في عنا بعض الذكورية الطاغية على المجتمع. فبدي أقول لك كل الرجال برمضان ما شاء الله رجعت من شغلك تعبان نام ساعة، قوم بعد هالنومة ساعد مرتك شوي بالأكل، فتوش تعمله أنت ما مشكلة مثلا، ساعدها بعد الإفطار، لأن هيدي المرأة كمان بدها تحس برمضان. صحيح. بدها تصلي وبدها تقرأ قرآن وبدها تنزل على المسجد ووا، فبدي يكون في تعاون بين الأسرة. أما الرجال إنه يضلوا قاعد وأرجيلي وفنجان قهوة وهي قاعدة وكل يوم عزايم وكل يوم حلويات وكل يوم كل يوم، لا بدنا نراعي حتى نكون فعلا أسرة صحيح صائمة، مش إنسان صائم والباقي كله عم يخدمه. صحيح، هيدا كتير كتير أساسي. كمان بما أنه ذكرنا الأم والأب، كمان إذا بنحكي عن الجيل الصغير يعني الفئة العمرية الصغيرة، من أي عمر لازم يشجعون على الصيام وقديش لازم يراعوا كمان طول النهار إذا بعمر صغير، يعني قديش يقدروا يجربوا لهم شوي شوي ليتعودوا؟ هو المستحب من عمر 9 سنوات نبلش نحن أو 8 سنين نبلش ندرب الأولاد على الصيام. طبعا حسب طاقتهم، صوم النص النهار 3 ساعات 4 ساعات خصوصا بهالشوبات. الأهم من هذا إنه نعطيهم صورة حلوة عن الصيام. يعني اليوم لما نشوف إنه هالجيل يلي عمره 8 سنين 9 سنين عم يتربى ببيت الأب دايما معصب، الأب دايما مشاكل مع أمهم أو مع إخواتهم الكبار بسبب أنه صايم، فعم بيتربوا وبعقلهم في مفهوم بأنه الصيام يؤدي إلى تعصيب، الصيام يؤدي إلى مشاكل، الصيام يؤدي إلى صريخ وعيط وإلى آخره، فلا ما بدي صوم. فنحسن عرض الصيام على الناس وخاصة على الأبناء وندربهم على الصيام، ندربهم أنه يروحوا معنا على المسجد، ندربهم يعملوا خير برمضان، ندربهم أنه أنت قد ايه مصمت بخرجيتك، شيل منهم هالقد يعطيهم للفقير برمضان. هيدا التدريب العملي على الزكاة. هيدا التدريب العملي كتير مهم. وأهم شيء أنه يشوفوا صورة حلوة، يشوفوا قدوة بالبيت. هيدي كمان كتير مهمة خاصة بالعصر اللي نحن موجودين فيه، الأب طول النهار مشغول الله يعينه والأم مثله، فمحتاجين فعلا ليكون في عنا قدوة بالبيت وبالمجتمع أيضا، خاصة أنه معظم الأمهات صاروا عاملات يعني كمان خارج البيت. كلهم. كلهم. يعني تقريبا طبعاً. بيكون كمان عندهم عمل برا وبيكون عندهم عمل بالبيت. احتضان الرمضاني إذا صح التعبير نحن محتاجينه بهذا الشهر الكريم حتى يستمر لما بعد رمضان، لأن كمان ما بدنا نكون رمضانيين مثل ما بيقول العلماء، بدنا نكمل. يعني لا، الإنسان ما في أحلى منه صايم ليلة العيد سبحان خلص. الله انقلب. لا بدنا نكمل بعد رمضان إن شاء الله حتى صحيح. نكون فعلا فهمنا شو يعني رمضان، هالموسم يلي من خلاله بنكسر روتين الحياة والفكر نحو انطلاقة جديدة مليئة بالطاعة والإحسان بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. هو البرنامج رح يبدأ بكرة إن شاء الله الساعة 7 المساء. البرنامج بكرة إن شاء الله يوميا حيكون كل يوم الساعة 7، وإن شاء الله نكون خفيف على المشاهدين. يعني أكيد رح تكون خفيف. الله يخليك. رح يكون مدته تقريبا نص ساعة تقريبا كل يوم. نص ساعة إن شاء الله تعالى. وبيصير عنده إعادة كمان إن شاء الله على الفجر كمان، مفروض في إعادة كمان لحتى واحد يقدر يستفيد مرتين إذا ما لحقوا دغري قبل الأكل. يعني إفطار وسحور أكيد وراهن وأكيد خير دليل وخير كلام رح يكون خلال هالشهر الفضيل أيضا. وعلى إذاعة الشرق إمتى رح يكون البرنامج؟ على إذاعة الشرق في عنا برنامج كمان رمضاني حيكون كل يوم كمان 6:30 قبل يعني 6:30 المغرب إن شاء الله. نعم. كمان كل يوم. كمان. واسمحي لي هون يعني كلمة أولى لكل يلي عم يتفرجوا علينا كبار وصغار رجال ونساء، إنه خلينا نشوف الضحكة برمضان. إيه عن جد. يعني خلينا نمشي بالشارع نشوف الناس مبتسمة في تفاؤل، بدنا نشيل هالعباية السوداء يلي لابسينها هالنظارة السوداء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. إيه. يعني عنا فرصة ناخد صدقات مجانا نحن ومشين، فبس صح. رسموا الابتسامة على وشكم، محتاجين للتفاؤل حتى نقدر نبلش بأي شيء بدنا اياه بهالمجتمع. فابتسموا ثم ابتسموا ثم ابتسموا، هذا أكيد أهم شيء يا رب. ومثل ما بنقول لهم دائما الابتسامة مجانية وما فيها شيء، ومردودها كثير كبير ومفيدة صحيا كمان. شو أحلى من هيك؟ ومعدية للجميع. يعني أهم عدوى بتكون، وواحد فعلا مثل ما قلت بيقدر يعطيها ببلاش وبقابلها بيكون مردودها كثير إن شاء الله. يا رب الله يقدر إن شاء الله. بنعاد عليك وعليك وعلى الجميع يا رب وعلى كل الزملاء بالتلفزيون
مستقبل وبإذاعة الشرق. بدي أشكر كل يلي كانوا معنا بالبرنامج، يعني 3 أشهر نحن بالشارع، 3 أشهر تحت الشمس بعد. الناس افتكرتنا عم نعمل برونزاج على البحر. فعلا كتير 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 تعبوا معنا، الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله هيك نحصد نجاح البرنامج سوا بإذن الله. إن شاء الله يا رب للجميع، لكل أسرة عالم صباح وكل أسرة تلفزيون مستقبل، كل الأشخاص أمام الكاميرات ووراء الكاميرات اللي هم جنودنا المجهولين واللي وراه وبليهن، ما فينا نعمل شيء من أصغر موظف لأكبر موظف بتلفزيون مستقبل. إن شاء الله بنعاد عليهم جميعا. وعليك يا غيدة طبعا، بدي أشكرك لإلك. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. الله يخليك يا غيدة، شكرا لإلك. شكرا لإلك، بنشوفك بكرة نحن إن شاء الله الساعة 7. رح نتابع بعض لحظات محطتنا السينمائية معي أنا ومع ضيفي، خليكن معنا.